عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. اليوم باش نحكيو على Co-Spaces EDU، المنصة التعليمية الخاصة بالاي ار والفي ار in the classroom، يعني الاوغمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي والواقع المعزز في القسم. في كبسولتنا اليوم باش نشوفوا كيفية تحميل كائنات وشخصيات من الانترنت او من الحاسوب مباشرة، باش نجمو ندرجو اي شخصية من الحاسوب او من الانترنت، نضغط على ابلود، نجمو لهنا نزيدو images, 3D models, video, all files and sound. يعني نجمو نزيدو يا اما صور يا اما 3D models، يعني صور ثلاثية الابعاد، videos، كل انواع الفايلز لهنا. طبعا هناك نوعية معينة يمكن استعمالها في Co-Space، و sound. بالنسبة للimage نجمو نعملو upload، وكما تشوفوا لهنا supported file forms formats هما JPG, PNG, GIF, SVG و BMP. نجمو لهنا نستعملوا upload باش نجمو نجيبوا صور من الكمبيوتر، وإلا نعملوا web search ونكتب الكلمة اللي حاشي باش ندوج عليها باش نجيب الصورة اللي نحب نزيدها للكوسبيس. 3 models عندنا لهنا طبعا فورماتس معينين اللي هما OPG, MLT, FBX, ZIP, GLTF و GLB. upload زادة كيف إذا كان عندي موديل معين موجود على الكمبيوتر. videos كيف supported file format هو MP4، نجيبو معناها انفيشي فيديو فورمانتاعو MP4 directement من الكمبيوتر. نجمو زادة نزيدو sounds كيف نجمو نعملو upload من الكمبيوتر، ونجمو زادا نعملو record. Hello everyone, welcome to Co-Spaces EDU. نسميوها welcome sound and save. الصوت هذايا نجمو ندرجوه في ال animation وإلا في ال presentation اللي نصنعو فيها على Co-Space، طبعا عن طريق الكود دي نشوفوها ان شاء الله قريبا. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بالسلامة.